من ضمن الأسئلة، هل فودافون يو كي فيها ضغط ورش ولا بالمقارنة مع بي اس؟ الحقيقة يعني الاثنين يعتبروا شغل وضغط نفسي. هو مجال الكول سنتر بالنسبة لك هو مجال كله معتمد على الضغط والرش، فنصيحتي بلاش ان احنا نفضل معتمدين على فكرة انه على امل ان يكون في هدوء او ان الدنيا هتهدى او ده مش بيحصل. فنصيحتي للناس دايما بقولها انه مجال الكول سنتر من المجالات الصعبة اللي تجد فيها رش، اللي تجد فيها عملاء كتير بيتصلوا، حتى لو لقيت في مرة بعض الاكونتات بتبقى صعبة، ولكن هو ده طبيعة الاندستري او طبيعة الصناعة. فنصيحتي بلاش ان احنا نحمل نفسنا ما لا طاقة له، ننتظر الى حين ما تجينا فرصة في شغل او في المجال بتاعنا وننطلق عليه، ولكن ما نفضلش طول عمرنا واقفين في نفس البوينت او في نفس النقطة، وافضل لغاية 30 و35 سنة فاضل شغال في كول سنتر. ده غلط كبير، لازم تأخذ ده في الاعتبار، وربنا يوفقك ويكتب كل خير بإذن الله.